أما عيدنك بليسكو أي ضد بدن والشعبة وأن كنت يوح الله لوح جيستين أنا يشرين إن لحري لبدي هبينه قدام بي حلبان أحمد محمد هوري وكتر سنقولها وكيلة ذا سومالي لان أيا كهل قوامضي أي سو سارين حسبية ذا معارض يددو الشيقي إن لقو حري مقالة ذا برعو دونا وضيع نسلايا تلمان بي مضان تهين لشيقو حوية إن حكومة دو أما عيدن كبليسكو أي ضد بدن والشعبة وأن كنت يوح الله لوح جيستين أنا يشرين إن لحري لبدي هبينه قدام بي قارا هن قبل كبرعو وقيدين حبلا عادو دلنيرا وإنن كمي دار كيسين شال إن اللو ذاك تي سوشيال ميديا تعدي لو جيستي كنت يارن كاسي ملقها سياسة دا يدغن كي يأمني قطانو كمتشرو كنت يقف دون إيه إنه درين كيس عبيرو وسيم الجرو عبيرو إن حرب يتعدي اللوك يستو وارن وضحكوا مضو وحيكوتشو اكتوا كل سوني ده الشعب يو حلال لمضى الشعب كا حلال لمضى الشعب كوه حلال ده هاي ده وقت جوان وقت يروح كوه كا صدحت في نوفمبر وضحوينا هم ركوا حلال جبا هنا إنه كانوا حل يهشي سياسية ما أهين إن ده حالة النوع أنا إن ما أنت عين أرك إنه إنه ده دلك جارسيو حنا هذا روح ما هاي إن صدق صنع إن كبدا ما أنت إنه قرن لنا الحكومة ده ما أنت شوفتها واحد إنه كله حلي دونه وأوقتين خلافك والشديد الشعب يجي ما أنت ده تاجن وأوقتين ده كسيد ما أنت وكل الروبي وأوقتين إن دمرك هي واه ملها ugu nabada iyo ugu amniga jacal maanta TV-diina ay fadhiyaan dhinaca kale waxa uu xildhibaanku ka hadlay mas'uul ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kaasi oo musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyay in gurigiisa uu ku haysto ciidan beeleed xildhibaanku arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa maxamed muuse abdullahi maxamed cheesto gobolnimo TV hargeysa hadal waxa way kalmadaha noocaas waa kalmado دي كسر نقضي وأنا كلمة أنا صورنا يسمى سكح ضغمة صومران وأفكم بكبر تي مشرح عبد الرحمن أيضا بلد بو روسنايا أيضا بو ملهي بلايك كان سنة وأركيسين شعبي قتاجر سن حشبيه من لو يعدو إلا لاس عانود ده كاسي ده قبيل مهين ده شعبي قتاجر سن حشبيه هاين سقوه هري كري شعبي سومالي لان oo gobolada oo dhan wuxuu qabiil ee dawladda u galiyay maba garanayo mana aha hadal milgale hadalkaasi ma yeelanayo saameyn dee aan isleeyahay waxbuu maanta xukuumadda laakiin si waa abaabulada ay xukuumadu wado ee ay doonaysay inay bulshada ku kala kaciiso oo ay bulshada ku kala kaxayso si qabiil ah u kala kaciiso abdirahmaan waxaan isleeyahay mana oran doono inuu u baahdo taageero ciidan beeleed